طبعا احنا في المحاضرات اللي فاتت اتكلمنا عن يعني اتكلمنا بكام نقطه كده تخص البيزنس. اتكلمنا في الثري اوبجكتيفز بتوع اي بيزنس، سواء هدف للربح او لا، وقلنا انه البيزنس جروث والبروفيتابيليتي والبيبل ديفلوبمنت. اتكلمنا كمان عن السمارت جولز، وانه ازاي نحط لنفسنا اهداف والاهداف دي تبقى سمارت. واتكلمنا كمان عن يعني عن الفانكشن اللي هي الصيانة، وقلنا انه الصيانة من اهم الفانكشنز اللي موجودة في اي اندستريال بيزنس. واتكلمنا انه الصيانة ليها اكتر من كي بي اي نقدر ان احنا نميجر بيه البرفورمانس بتاع الصيانة، وفي نفس الوقت نقدر نبنش مارك. وعرفنا يعني ايه البنش مارك، البرفورمانس بتاعنا ده مع البيست براكتسيز او مع الناس اللي هي شغاله في الصيانه وعامله حاجه محترمه، يعني نقدر نقارن نفسنا بيها عشان نشوف هل احنا ماشيين صح ولا ماشيين غلط. كويس. طيب، وقلنا المره اللي فاتت برضو ان احنا عندنا 3 حاجات بنقدر نقيس بيهم الفانكشن بتاعت نقيس بيهم البرفورمانس بتاع الفانكشن بتاعت الصيانه، اللي هي المين تايم بتوين فيلير، والمين تايم تو ريبير، ومن الاثنين بنقدر ان احنا نجيب حاجه اسمها الافيلابيليتي او الاتاحيه يعني للمعدات. شايفين الوايت بورد صح؟ ايوه تمام واضح. اوكي. طيب، فاحنا ال3 حاجات دول اتكلمنا فيهم المره اللي فاتت، وعرفنا هو الموضوع بيمشي ازاي. الـ MTBF حد كده يتبرع ويفكرنا بيها، وحد يتبرع ويفكرنا بالـ MTTR، وحد يتبرع ويفكرنا بالـ Availability. خلينا كده ارفعوا ايديكم لو حد عاوز يجاوب، ولو ما حدش بقى عاوز يجاوب انا هختار انا. او نفسكم، ها مين هيقول الـ MTBF؟ برهان، ماشي قولي. بتوع السبلاي تشين دايما جاهزين يا جماعة، والله انا اظن ما بيخيبش يعني. ماشي يا برهان قولي. هو الـ MTBF ده الـ mean time يعني ما بين كل عطلة والتانية، اوكي. فده بقدر ان انا اجيبه ان انا بقسم توتال الوقت اللي انا اشتغلت فيه، يعني بشيل من وقت العطلة على عدد اوكي. العطلات اللي انا وقفتها. اللي هو بيبقى اسمه الاب تايم، الاب تايم اللي هو الـ الوقت اللي uptime انا شغال فيه، تمام، على نمبر اوف وبعد فيلير. كده على النمبر اوف فيلير. حلو قوي ده كده الام تي بي اف. شكرا يا برهان. عبد المجيد قول لنا الام تي تي ار. هو متوسط التوقف بتاع المعدات يعني هنقول الداون تايم. داون تايم على النمبر اوف فيلير. بص، هو مش هو متوسط التوقف، او بنبص لها من ناحية تانية اللي هو متوسط زمن الاصلاح. تمام. يعني هما الاثنين مظبوطين يعني، بس هو احنا يعني هديكوا معنى كده، المعنى يعني مش الفلسفي يعني، عشان ده لفظ كبير قوي، بس يعني المعنى ورا اللفظين دول، او ورا لو احنا جينا نطبقهم فاحنا بنطبقهم باي شكل. يعني الام تي بي اف انا بقيس بيه بشكل كبير، يعني بقيس بيه كفاءة برنامج الصيانة اللي انا بعمله او اللي انا بطبقه او بنفذه كتيم صيانة. ليه؟ لانه كل ما كانت كفاءة برنامج الصيانة بتاعك، وكل ما كان الاهتمام بالمعدة كبير، كل ما قلت فترات التوقف بتاعتها، ده طبيعي، او زادت فترات الشغل بتاعتها. يعني انا النهارده لو خطه الصيانه بتاعتي خطه فعاله وبطبقها على المعده بشكل سليم بالاجراءات المظبوطه بالطريقه المظبوطه بالاشخاص المدربين بالمعدلات المظبوطه، فطبيعي انه زمن او فتره شغل المعده بدون توقف هتزيد. كويس. فانا لما باجي اشوف الرقم ده كل ما زاد، لما باجي ارسمه كده، كل ما كان الترند بتاعي طالع كل ما كان افضل بالنسبه لي. كويس. طيب الام تي تي ار انا بقيس بيها ايه؟ الام تي تي ار انا بقيس بيها حاجتين، بقيس بيها كفاءه الشخص اللي بيعمل الاصلاح، لانه النهارده لو انا عندي شخص صلح توقف او عطل في 15 دقيقه وشخص تاني صلحه في 30 دقيقه، فاكيد اللي يعني اللي طلع في 15 دقيقه ده اكيد عنده حاجه يقولها،
واللي صلح في ال 30 ده اكيد عنده حاجه يقولها. فانا في اللحظه دي مش هينفع ان انا ابقى منحاز هل ال 15 صح ولا ال 30 صح، لازم بقعد مع الاثنين وبشوف هو ده ليه خد 15 وده ليه خد وليه ده خد 30. هل هي في البروسيس نفسها في الاجراء نفسه، هل انا مثلا المكان اللي الراجل ده راح يجيب منه العلده اللي بيشتغل بيها التولز يعني اللي شغال بيها، هل مسافه بعيده عنه فبياخد وقت على ما يروح يجيبها ويرجع فعدت عليه وقت، ولا ايه الموضوع؟ هل ده زمن استجابته عالي قوي ان هو يعني بياخد وقت طويل قوي على ما يتحرك من مكانه ويروح للتوقف وكل ده محسوب عليه؟ فبنبدا نشوف هو الموضوع عامل ازاي. فهي دي الفكره ورا انه انت بتقرا الرقم بشكل عامل ازاي. هو ما بيبقاش مجرد رقم، يعني هو ما بيبقاش مجرد رقم او ترند طالع او نازل والناس بتشوفه وتبص عليه في التشارتس وخلاص، لا انت بتبص ايه اللي ورا الرقم ده، ايه اللي جاب الرقم ده اصلا، طب هو ايه السبب فيه، طب احنا نعالجه ازاي، طب هو صح ولا غلط، هنبنش مارك بايه، وهكذا. تمام. طيب مين يقول لنا الافيلابيليتي بقى كان معادلتها ايه ومعناها ايه؟ لارا. ماشي، اتفضلي يا لارا. الافيلابيليتي اللي هي عبارة عن انه قديه الآلة خدمتني خلال الفترة بقسم فيها المين تايم بير المين مين تايم بتوين فيلير؟ لا لا مش الفيلر، اول وحدة اللي هي بير يس هي على هي مين تايم المين بتوين فيلير؟ تايم بتوين او المين تايم تو بريبير زائد اها المين تايم بير ريبير، يعني الوقت متوسط الوقت لحد ما صلحتها يعني بكل مرة صلحت فيها زائد مجموع أو متوسط الوقت لكل مرة خربت فيها الآلة. اوكي ماشي تمام. فدي كده الاتاحيه او الافيلابيلتي بتاعت الاله او المعدات. كويس. طيب احنا كصيانه علشان نختم بالموضوع ده، احنا يعني هنكون هبعت لكم داتا سيت. تمام. والداتا سيت دي عباره عن الاتي، يعني هنبعت داتا سيت فيها الاتي، فيها الهيستوري بتاع مجموعة من المعدات. كويس. فيها فيليرز، فيها فيليرز بالوصف بتاعها، هيبقى عندك كود المعدة، الماشين كود، هيبقى عندكو الفيلير تايم. تمام. وهيبقى في شوية تفاصيل تانية في الداتا سيت. ايه المطلوب بقى منكم؟ ان انتوا تعملوا براكتس كده لطيف، هتحسبوا المين تايم تو ريبير والمين تايم بتوين فيلير والافيلابيلتي لكل معد. كويس. فانتوا هتبقوا محتاجين ان انتوا تعملوا كلين للداتا، هتعملوا كليننج للداتا. يعني ايه كليننج للداتا؟ يعني انتوا هتاخدوا في النهايه البيانات اللي انتوا محتاجينها فقط، علشان يعني ده ابسط انواع الكليننج، لانه احنا لسه ما دخلناش في القصه. يعني انت النهارده عشان تحسبوا الام تي بي اف، فانتوا زي ما قلنا كده محتاجين الاتي، محتاجين الاب تايم وقت التشغيل الفعلي على عدد التوقفات. كويس. وعلشان تحسبوا المين تايم تو ريبير، فمحتاجين الداون تايم على العدد الفعلي للتوقفات، ومحتاجين الافيلابيلتي تحسبوا الكلام ده اللي انتوا اوريدي هتبقوا حسبتوه. كويس. فانتوا محتاجين كم من المعلومات؟ مش هتبقوا محتاجين كل المعلومات اللي هنا، هتبقوا محتاجين بس بعض البيانات او المعلومات، وهتاخدوها من الداتا سيت، وهتحسبوا لكل معده الثلاث بنود دول، لكل اكويبمنت، وهنطلع بداشبورد لطيفه كده فيها هنختار. يعني ركزوا معايا، هنبقى محتاجين باريتو تشارت، باريتو تشارت، يا ريت تسجلوا الكلام ده، باريتو تشارت بتقول لنا ايه اكتر معدات توقفت في الفترة الزمنية اللي احنا ايه سجلنا فيها الداتا سيت. فده كده رقم واحد، فاحنا محتاجين باريتو تشارت تقول لنا هي ايه اكتر معدات توقفت في الوقت ده. كويس. حد فاهم او حد عارف باريتو تشارت؟ احنا كنا اتكلمنا فيها قبل كده. مين يتبرع ويقول لنا يفكرنا كده باريتو تشارت؟
حد يرفع ايديه؟ عبد العزيز. لا فاكره، يعني اللي هو ال 20% تمام. من العمل تساوي 80% من النتائج، يعني لو في فيلير اوكي مثلا 20، صح كده ولا ده اللي مظبوط. انا فاكره يعني؟ لا تمام، ان انت 20% من الاسباب هتؤدي ل 80% من النتائج. فاحنا لما هنعمل باريتو تشارت للمعدات دي، المفروض هنطلع لو هم مثلا 10 معدات، فانا المفروض عندي معدتين او ثلاثه دول اكتر معدات توقفت وتسببت لي ب 80% من التوقفات. كويس. فانا بعد ما هحدد الثلاث او المعدتين او الثلاثه دول او الاربعه، هبدا ارسم لكل واحده تشارت عليها الترند بتاع المين تايم بتوين فيلير والمين تايم تو ريبير والافيلابيلتي لكل معده. يبقى تشارت واحده كده، ترند طالع مثلا للام تي بي اف، ترند نازل للام تي تي ار، ترند كده للافيلابيلتي، ايا كان الشكل هيبقى عامل ازاي. طيب احنا زي ما اتفقنا كده ان احنا هنشير معاك داتا سيت. ماشي. الداتا سيت دي عباره عن الهيستوري بتاع مجموعه من الاكويبمنت، من المعدات، والمعدات دي فيها ريكورد، فيلير لوج، في الماشين كود، في الفيلير تايم، في شويه تفاصيل تانية، شويه بيانات تانية. تمام. والمطلوب المطلوب ان احنا نحسب الاول كده باريتو تشارت لمجموعه المعدات دي، بحيث ان احنا نجيب اكتر معدات توقفت خلال الفتره دي. كويس. وبعد ما هنجيب اكتر معدتين او ثلاثه او اربعه على حسب ما يكونوا، هنبدا نعمل لهم لكل معده منهم تشارت داخل فيها الترند بتاع الام تي بي اف، بتاع الام تي تي ار، بتاع الافيلابيلتي. كويس. ونبدا نريبريزنت الكلام ده على شكل سيت اوف تشارتس. كل تشارت هتعرض الام تي بي اف، ام تي تي ار، الافيلابيلتي لكل معده من الكم معده اللي احنا طلعناهم دول. طيب الفكره دي، هل دي فكره من الخيال؟ لا، هو المصانع او الشغل عموما في اداره الصيانه او اداره العمليات، هو ده البروفيشنال وورك. بعيدا بقى عن الناس اللي ايه بيقولوها كده بتشتغل فاير فايتنج، بيطفوا حرايق، اللي هو المكنه عطلت اجري وراها، المكنه عطلت اجري صلحها، المكنه عطلت اجري مش عارفه ايه. الناس الصح اللي بتفهم بتقوم جايبه بقى الهيستوري بتاع المكن ده وتبدا تعمل له اناليسز لطيف، وتشوف ايه اكتر معدات فيها مشاكل علشان تبقى بريوريتايز، بتدي برايورتي للمعدات دي الاول، ويبدا يحسب الام تي بي اف والام تي تي ار والافيلابيلتي، ويبدا يشوف بقى احنا فين من البنش مارك، وبعد كده يبدا يحط البلان بتاعته عشان يمبروف القصه دي ويمبروف مجموعه المكن ده، ويبدا يقيس مره ثانيه. خلاص دول المفروض بيبقوا طلعوا بره السكوب، يبدا يشوف اللي بعدهم اثنين او ثلاثه وهكذا، لغايه ما المعدات بتاعته والسيستم بتاعه يقف على رجليه ويبقى حاجه محترمه وشغاله بشكل كويس جدا وقت ما احنا محتاجينها. خلاص. فدي حاجه، دي ريل لايف براكتس، وحاجه صدقوني يعني بندفع فيها فلوس كتير قوي، يعني بجد بندفع فيها فلوس كتير والله، كشغلانه يعني، كشغلانه انه الشخص اللي بيبقى قادر يعملها ده، يا اما بياخد مرتب كتير قوي، يا اما لو اوت سورس بياخد فلوس كتير قوي. طيب هنا طبعا ده شرح تمام. للام تي بي اف والام تي تي ار، هسيبه لكم في البرزنتيشن ممكن تبقوا تبصوا عليه. ودي كده تشارت كنا احنا يعني بنعملها في شركه ما، يعني بدون ذكر الاسامي، كنا بنبين البرفورمانس بتاعنا خلال الفتره الزمنيه اللي احنا بنتكلم فيها. فاحنا كنا هنا من عاوز اوريكم علشان تبقوا عارفين برضو الريل لايف عامل ازاي. فانت هنا من يناير 2019 لحد كنا سبتمبر 2019، فاحنا بنشوف البرفورمانس. كان عندنا اللاين افيلابيلتي اللي احنا قلنا عليها، كان التارجت 91، وادي الارقام بتاعتنا 89 88 91 93. فاحنا في انستابيليتي، انت طالع نازل طالع نازل طالع نازل. فكان دايما يقول لنا طب هي هنا الدب دي نزلت ليه؟ طب هي اللي طلعت هنا دي طلعت ليه؟ هنا طلعت ليه؟ علشان نريبليكيت الفاكتورز اللي تسببت في انها تطلع، وهنا نزلت ليه؟ علشان نإليمينيت الفاكتورز اللي خلتنا ننزل. خلاص. هنا الام تي بي اف تمام، كنا بادئين ب 20 ساعه و17 دقيقه لغايه ما نزلنا ل 9 23، فدي مصيبه. انت بتنزل كويس، فانت هنا قادر تشوف انت اداك عامل ازاي. هنا احنا بدانا ب 56 دقيقه تمام، وبعد كده وصلنا لغايه 31 دقيقه، فده في امبروفمنت
نزلت من ان انت بتقعد 56 دقيقه في المره متوسط بتنزل 31 دقيقه خلاص. فببصوا في التشارت دي ولو بقى في اي اسئله ولا حاجه نتكلم فيها.